السلام عليكم. اليوم غادي نتكلموا على تساقط الشعر او الصلع والشيب اللي تيكون منتشر بزاف في الشعر. هذه وصفة رائعة جدا وحصرية على القناة ديالي ان شاء الله باذن الله تكون مفيدة لكم بزاف وعلى حسابي، يعني شي حاجة رائعة. هذه واحد الفليو اللي تيقولوا ليه تسونامي، معروف عندنا حنا في المغرب، او تتباع حدا عند الناس اللي تيبيعوا العطور، تيبيعوا الاعشاب، معروف. يعني الا ما لقيتوش كاين فليو ديال الحجره، ممكن تعوضوه بالفليو ديال الحجره، تدقيه مزيان وتتخدم مع الكحل، الكحل اللي هو عندنا حنايا الكحله اللي تيقولوا لها الكحله، بالدول الاخرى تيقولوا لها الكحله، كحلة العين يعني. وتتكون هاد، انا تنفضل هاد النوع هذا اللي تيكون راه معروف سميتو الشريفين، معروف عند كل شي الناس اللي تيجيو داك من السعوديه او تيجيو الاشياء ديال الهند، معروف بزاف. المهم هذا تيفيد فاش، انه هو ديجا فيه فليو، فيه واحد الماده فيها فليو كينبت الشعر وكيخليه دغيا دغيا كينبت، وفي نفس الوقت يحارب الشيب، تجدد الشعيرات، تجدد الفروة الرأس، ما تخليهاش ما تتوصلها جدم. هذاك فليو شنو تي يدير لنا هو انه تيحفز لنا الشعيرات الدموية على السخونية، ديك السخونية اللي تتكون عندنا في فروة الشعر اللي ما تيوصلش لها، مثلا الدورة الدموية ما تتوصلش، هذا تحفز لنا، هذا تحفز لنا هاد الشعيرات الدمويه باش تدور الدوره الدمويه مزيان مخيره، وفي نفس الوقت تساعد على انبات الشعر. يعني البوصيلات تينوضوا دغيا دغيا، وفي نفس الوقت تينوضوا قويين، ما تينوضش داك الشعر خفيف ورهيف، لا تينوض قاصح، وفي نفس الوقت تحميك هاد الكحل، تتفيك في داك فاش في الشيب، ما تيبقاش لك الشيب نهائيا، وتعمل الفراغات لا في الخلفات الشعر لا في الرأس، لا سواء للرجال أو النساء، رائع جدا. وجربوها وردوا عليا الخبر إن شاء الله في الكومنتر ديالكم، وتفادوا بيان سور العينين، ما يقيسهمش العينين بيان سور، ومن التالي إن شاء الله تحاولوا ما أمكن تغسلي إيديك مورا أي استعمال، تغسلي إيديك تناخد بالقياس، يعني باش ما يخسرش ليا تناخد بالقياس. هذا المرود ديال الكحل راه معروف، ما يمكنش شي مغربيه ما تكونش عارفه المرود الكحل ديال الكحله، كنشدوها كنغطسوا هذا المرود هكايا في الكحله، وكنديروا هكايا، يا اما تنكبوه ولا تنكبوا هذه القرعه، هذه القرعه هذه تنفرغوها في هذه القرعه ديال الكحل، تنفرغوها كامله حتى نحصلوا على شي حاجه سائله، ياك كنبداو نهزو هاد العود، هاد العود هذا باش نتفاداو اي ضرر في شي في بلاصه منطقه سميتو، كنحاولوا ما امكن كندلكوا بها الشعر وكنتفاداو اي حاجه تضرنا في عينينا. كنشدوها كنخشيو هاد المرود هذا، كنديروه في هاد البلاصه هذه، كنغطسوه في هاد القرعه هذه ديال الكحله، بما اننا حنا ديجا لحنا هاد السائل هذا فرغناه في هاد القرعه هذه، غادي يجينا سائل. اذا غنبدا نهز بالمرود، وغادي نبدا نحك على المنطقه اللي بغينا حنا نبتو فيها الشعر، وفي نفس الوقت نحاربو منها الشيب. كنساليو كنبداو ملي كنوزعو هذا بالعود كله حصافي، وكنبداو نمصيو هكا بشعب ايدينا بالصبع ديالنا بالاطراف ديال الاصابع، كنبداو كندلكو في شعرنا مزيان حتى كيدخل هذاك سميتو، تنحسو بديك البروده، ياك باش تنحسو بهذاك البروده بانه راه فعلا دخل هذاك المسام. من بعد ان شاء الله، من بعد 4 ايام 3 ايام، كتشوفوا هذيك التنبات ديال الشعر كيبدا وتيبان قاصح، يعني اللون الحقيقي ديال الشعر، ما تيبقاش داك الشيب وما تيبقاش الشعر رهيف اللي كيتنسل وتيمنع التساقط. جربوها ان شاء الله وغتردوا عليا الاخبار، وغادي تقولوا فعلا هذا الشيء اللي كاين ان شاء الله باذن الله. ودار بالقياس، يعني ما تجيش تعمري بزاف وتخلي، لان فليو تيبرد،
كنحاول ما امكن نخدم بالقياس، يعني بشويه بالوحده بالوحده، وان شاء الله باذن الله ما غاديش تحتاجي مره اخرى، لان غير على 4 ايام ان شاء الله كيبدا ينوض لك سميتو، كتحارب ما امكن كتحاربي هذاك الشيب نهائيا، ما تيبقاش، لان سبحان الله واحد الماده داك في داك فليو بحال شكل تاع النعناع، بحال درت زيت النعناع، يعني حتى تقوي البصيله وتخليها هي تتحفز الميلانين اللي تعطينا داك اللون تاع الشيب، وتنقص الميلانين في الشعره صافي تيولي عندنا حنا واحد الشعره كتولي متقصفه، وفي نفس الوقت تولي بيضه، ما تبقاش تشعل داك اللون الزوين الكحل ولا الشعر الطبيعي، ما تيبقاش تيفقد اللون ديالو. اذا باش حنا تنحفزوه تنديروا هاد المواد هادو، وراه امنين ما تخافوش، غير هو ما يقيس، حاولوا ما امكن ما تقيسوش العين، هذا ما كان، علاش ما تقيسوش العين بهاد الماده هذه ديال فليو هذه، حاولوا ما امكن ما تقيسوش، اما لا هذا راه ديجا اصلا هو خاص بالعينين، يعني حتى الا قصتي بالعين ما غادي يطرى لك والو. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا، ان شاء الله باذن الله نتمنى يكون مفيد لكم ان شاء الله، وتردوا عليا الاخبار، تهلاو في راسكم، وما تنسوش الاشتراك ان شاء الله الى فاتكم، وخليكم على خير ان شاء الله، بسلام عليكم.